موكيل ديالاش كمؤازر ديالاش تقول لنا استاذ زياد شحال حتى هو كيفاش تسولني قال لي ما عطاني حتى شي حد انا هذا والله ود... ديال الاستاذ محامي طرح قال لك ان هناك فيديوهات ديال عفاف برناني اش بغيتي تقول لنا استاذ كيكذب نزل باش قالوا لنا بان شعلتيها في الجلسه انا كدرتي قربه لك تشوش على الجلسه حاضرين اش كنتو حاضرين شنو محامي تيصرح محامي تيصرح محامي تيصرح محامي تيصرح قال لك استاذ زين هو اللي عرق شكون اللي قال لك قال استاذ زهراء قال استاذ هيني استاذ حجي يقول لك انا كنحرق الجلسه محقوين ولا ياكد محقوين فيه ولا ياكد استاذ زين واش وصل عندهم هو محقوين فيه استاذ راه كنوجهوا قالوا لي انا الجلسه باقي كاع ما دخلت لها كاع اول مره كنقول قال هذا شنو اللي قال لك كنت حتى جيتي على بقوه على شكون هذا احد مو احد هيئه الدفاع ديال البشر باخ واش كتشوفوا بان ديال البشرين ديال المشاكيش ديال المشاكيش شكون اللي صرحوا لهم قال لك بانه زيان كان ضد الاستدعاء ديال المصرح انا بقاو كيذكروك بان برناني فقط هي مصرحه وليست مشتكيه نعم هذا غير صحيح شنو صحيح واش كتشوفوا بان صحيح ان نحصلوا واش كتشوفوا بان السيد واي اي قضاء نزيه وشجاع كخصو يحكم اليوم ببراءه توفيق باشر واش كتشوفوا بان السيد يعني يستحق انه صالح المتهم فوخاش هذه القضيه ديال ثاني فوخاش كان مصرحه زعما ما جاوهم جات وحده كان ما جاو هاد المصرحات انت كتكلم عليهم ما جاوش كاع وحده دعت الفرقه الوطنيه وحده كتبت لسيدنا قالت له بارك كم يوقع الاغتصاب ديالي من طرف الصحافه. اعتقني يا سيدي انا ما عندي حتى شي علاقه مع السيد توفيق بعشرين. عمري ما خدمت معاه، ما عندي معاه حتى شي علاقه. هادو هما المصرحات اللي ضد المتهم، ما كيف درتوا لي؟ ما يوقع كيقولوا بان المصرحات ما بغاوش يجيو حيت كيتخوفوا من فيديوهات. باخ انا عندهم فيديوهات. ويلي ويلي ويلي. الشارع المغربي مع توفيق بعشرين. الشارع المغربي مع توفيق بعشرين ويعتبرون بان هذه مسرحيه وفبركه وخا ديروا اللي درتوا وخا تخططوا كيف ما خططتوا وتساعدوا اللي فبرك هذه المسطره هذه تقيلوا كلكم الصحفيين تفبركوا كيف ما بغيتوا الشارع ما متفقش معهم ما تربحوش الشارع الشارع لا يؤمن بهذا الكلام والشارع لا يؤمن بهذا الكلام هذا يا اخي فهمتي ولا لا؟ وعلاش نوضحيت ما نوضحها لك؟ وعيت ما نوضحها لك؟ تتهربون من الخبره التقنيه شكون اللي قال لك حنا درنا دعوه ديال الزور شكون اللي منعهم في اطار الدعوه ديال الزور يديروا خبره تقنيه؟ شكون اللي منعهم؟ ولكن يديروها خارج دعوه الزور لا